السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، وشهر رمضان كريم على الجميع بمشيئة الرحمن، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. معكم الدكتور أحمد عبد الفتاح، مدرس مادة الاقتصاد بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم. بالنسبة لمنهج الاقتصاد عندنا في الترم الثاني وحدتين، الوحدة الأولى اللي هنتكلم فيها على الاقتصاد وسوق العمل، أما الوحدة التانية هنتكلم فيها على الاقتصاد، على النشاط الاقتصادي. تمام، بداية الدرس اللي معانا النهاردة هو عبارة عن مدخل علم الاقتصاد. هنحاول مع بعض نشوف كده محتويات الوحدة كده كبداية. في البداية عندنا الوحدة الأولى بتتكلم على علم الاقتصاد وسوق العمل. هنتعرف مع بعض كده على ماهية علم الاقتصاد، مفهوم علم الاقتصاد ليه أكتر من مفهوم، هنحاول بقدر الإمكان إيضاح هذه المفاهيم ونبسطها كده بشكل سهل جدا بحيث ان الطالب يبقى عارف علم الاقتصاد يقصد بيه ايه. في عندنا كمان المشكلة الاقتصادية وهي المحور الرئيسي في دراسة علم الاقتصاد، هنحاول بقدر الامكان نشوف المشكلة الاقتصادية وجوانب المشكلة الاقتصادية. ده كبداية لمدخل الدرس. طبعا في عندنا بعض الأهداف يجب طبعا في نهاية دراسة هذه الوحدة يبقى عندنا إلمام بيها، زي طبعا ترتيب الاحتياجات والاستخدام الأمثل للموارد والتحكم في الإنفاق والتحكم في الاستهلاك والادخار والاستثمار والتعرف على أن الطلب المستهلك هو المحرك الرئيسي للإنتاج. زي ما اتكلمت من شوية وقلت احنا هنحاول بقدر الإمكان مع بعض نشوف ايه الهدف الرئيسي من دراسة علم الاقتصاد، ان احنا نحدد بقى مجالات علم الاقتصاد ونعرف مع بعض اهمية علم الاقتصاد بالنسبة لنهوض الدول وتحقيق مستوى رفاهية للافراد، ونشوف كمان مع بعض الموارد الاقتصادية بالتفصيل، ونقدر مع بعض نشوف ازاي الدول بتحاول تستغل الامكانيات المتاحة في تلبية الرغبات الخاصة بالافراد داخل مجتمع ما. ده مهم جدا، وتشخيص المشكلة الاقتصادية ده عامل مهم جدا من عوامل النهوض لدى أي دولة. بداية مدخل العلم الاقتصاد، هنشوف مع بعض يا رجالة تعريف علم الاقتصاد. ايه هو علم الاقتصاد بقى؟ قبل ما اتكلم على يعني تعريف علم الاقتصاد، لازم نعرف ان اقتصاد أي دولة طبعا مبني على كذا مصدر من مصادر الدخل. زي ما قلنا قبل كده اقتصاد أي دولة طبعا مبني على بيبقى عبارة عن زراعة أو صناعة أو تجارة، ولو الدولة عندها مقومات سياحية كويس جدا، يبقى زي ما اتكلمت وقلت اقتصاد أي دولة مبني على 4 أشياء: زراعة أو صناعة أو تجارة، ولو الدولة عندها طبعا مقومات سياحية بقى، سواء كانت متمثلة في الآثار، سواء كانت متمثلة في الأماكن الأثرية أو في المنتجعات والقرى السياحية المطلة مثلا على البحار والأنهار والكلام ده، ده كويس جدا. ده بالنسبة لموارد الدخل القومي أو الناتج القومي اللي بتبني اقتصاد أي دولة. طب إيه هو بقى علم الاقتصاد؟ علم الاقتصاد هو علم بيبحث في إدارة الموارد النادرة. مش فاهمين؟ نوضح مع بعض. إيه هو علم الاقتصاد؟ أنت كبلد عندك موارد الله عز وجل خلقها، هذه الموارد بتكون محدودة قليلة يعني مش كتير، ولكن عندك الرغبات نفسها خاصة بالأفراد أو البشر الموجودين في هذه البلد أو في هذا المجتمع، رغباتهم لا تنتهي. فاحنا بنحاول بقدر الإمكان من خلال دراسة علم الاقتصاد إن احنا نشخص المشكلة الاقتصادية المتمثلة في الندرة النسبية للموارد. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده معناه إن احنا عندنا الموارد محدودة، الموارد اللي ربنا عز وجل خلقها وأنعم بيها على بلدنا، هذه الموارد محدودة، ولكن رغبات الأفراد غير محدودة. فمن هنا بنحاول نشخص المشكلة الاقتصادية من أجل إن هذه الموارد المحدودة تلبي هذه الاحتياجات غير المحدودة. تعال كده مع بعض نشوف التعريف عندنا. وبذلك فإن علم الاقتصاد يدرس المشكلة الاقتصادية المتمثلة في الندرة النسبية للموارد القابلة لإشباع الحاجات المتعددة للإنسان وكيفية استخدام هذه الموارد على نحو أفضل للوصول إلى أقصى إشباع ممكن لتلك الحاجات. عندنا تعريف آخر لعلم الاقتصاد هو
هو العلم الذي يدرس كيفية استخدام الموارد النادرة لإشباع الرغبات والحاجات الإنسانية غير المحدودة بأقل تكلفة ممكنة. يبقى إحنا من خلال توضيحنا لمفهوم علم الاقتصاد، هو علم الندرة النسبية، أو هو علم إدارة الموارد المحدودة أو الموارد النادرة، أو هو العلم الذي يدرس كيفية استخدام هذه الموارد القليلة أو المحدودة من أجل إشباع الرغبات الإنسانية وحاجات البشر غير المحدودة، لأن حاجات البشر لا تنتهي، غير محدودة، بينما موارد الدولة، موارد المجتمع قليلة، محدودة. من هنا بنحاول بقدر الإمكان نخلي هذه الموارد تغطي كافة الاحتياجات البشرية أو بعضها حتى، أو بقدر الإمكان بنحاول نخلي هذه الإمكانيات تقدر حتى تشبع جزء من الرغبات أو جزء من الحاجات الإنسانية غير المحدودة بأقل تكلفة ممكنة، بحيث إن طبعا نقدر إن احنا نغطي جزء كبير جدا من الحاجات والرغبات. ده مهم جدا. بالنسبة لمجالات علم الاقتصاد، طبعا علم الاقتصاد ليه أكتر من مجال، في عندنا مجالات طبعا متعددة ومتنوعة. طبعا أهم هذه المجالات الاقتصاد الجزئي. ايه هو الاقتصاد الجزئي؟ الاقتصاد الجزئي ده بيركز على دراسة السوق وأثمان السلع وسلوك المتعاملين في السوق السوداء، سواء كان المنتج أو المستهلك. يبقى أنا كده عندي بالنسبة للاقتصاد الجزئي ده بيركز على دراسة السوق وأثمان السلع، تمام، وسلوك المتعاملين اللي هم الأفراد أو المستهلك أو المنتج نفسه، مش مشكلة. يبقى حتى ممكن حتى يجي لنا سؤال عليها، يركز الاقتصاد الجزئي على دراسة نقط، هيبقى ايه؟ على دراسة السوق واسمان السلع داخل السوق نفسه، وطبعا سلوك المتعاملين في السوق سواء كان منتج او مستهلك. الاقتصاد الكلي، وده طبعا المجال التاني اللي هنتكلم عنه، الاقتصاد الكلي زي ما اتكلمت وقلت المجال التاني اللي هو الاقتصاد الكلي. الاقتصاد الكلي بيركز على دراسة المتغيرات الكلية زي الدخل القومي، وازاي اقدر اوصل بالناتج القومي الخاص بالدولة بحيث ان انا اقدر احقق رفاهية للافراد داخل مجتمع ما. يعني احنا عندنا زي ما اتكلمت وقلت في البداية، موارد اي دولة عبارة عن زراعة او صناعة او تجارة او سياحة، نحاول بقدر الامكان نزود هذه الموارد من اجل الارتقاء بمستوى المعيشة لدى الافراد داخل مجتمع ما. لذلك الاقتصاد الكلي بيركز على دراسة المتغيرات الكلية داخل المجتمع او داخل الدولة، تمام، زي طبعا الدخل القومي بيشمل كل بقى الدخل القومي سواء زراعة أو صناعة أو تجارة أو سياحة، وإزاي نحقق رفاهية للأفراد من خلال طبعا زيادة طبعا هذا الدخل الخاص بالدولة. الاقتصاد الدولي ده المجال الثالث، ده بيركز على التبادل التجاري بين الدول وعمليات انتقال رؤوس الأموال والأفراد بين الدول. في عندنا اتفاقيات تجارية بين مصر وبين الدول طبعا أوروبية أو دول أفريقية أو دول آسيوية، بنحاول بقدر الإمكان من خلال دراسة الاقتصاد الدولي نشوف بقى عمليات انتقال رؤوس الأموال والأفراد اللي هي الخبرات ما بين الدول وبعضها البعض. يبقى احنا عندنا كده بالنسبة لمجالات علم الاقتصاد، الاقتصاد الجزئي ده يركز على دراسة السوق وأثمان السلع وسلوك المتعاملين، الاقتصاد الكلي بيركز على دراسة المتغيرات الكلية زي الدخل القومي وازاي ان انا اوصل بالناتج للحد الذي يفي برفع مستوى معيشة الأفراد، الاقتصاد الدولي يركز على التبادل التجاري بين الدول وانتقال رؤوس الأموال والأفراد بين الدول بعضها البعض. ده مهم جدا. لو جالنا سؤال على الاقتصاد الدولي ممكن طبعا يجي يركز الاقتصاد الدولي على نقط، هيبقى على التبادل التجاري بين الدول، بينما يركز الاقتصاد الكلي على دراسة الناتج القومي أو المتغيرات الكلية من أجل الوصول بالناتج القومي للحد الذي يفي برفع مستوى معيشة الأفراد. عوامل الإنتاج الرئيسية، عوامل الانتاج الرئيسية اللي طبعا الله عز وجل خلق بعضها، وفي بعضها طبعا الجزء البشري. هنحاول نشوف مع بعض طبعا ايه هي عوامل الانتاج الرئيسية، زي طبعا الارض والغابات والمعادن بالاضافة الى ما يمكن ان يضع الانسان مثل الالات والاجهزة والبنايات، ويطلق على هذه الموارد عوامل الانتاج. في عندنا بداية كده اول حاجة الارض، الله عز وجل انعم طبعا على مصر بالعديد طبعا من الخيرات والثروات سواء كانت في بطن الأرض أو في خارجها، وأشعة الشمس والأمطار والرياح. تاني حاجة العمل، اللي هو بقى الجهد اللي بيبذله الأشخاص من أجل إتمام إنشاء مصنع، إنشاء مشروع، قيام صناعة،
غيره. رأس المال نفسه يتمثل في جميع أنواع الثروة التي يتم إنتاجها زي الآلات والأجهزة اللي بيتم استخدامها في إنتاج ثروة جديدة، أو في طبعا بناء مصنع، شركة، أي شيء مشابه لذلك، من أجل طبعا قيام صناعة جديدة وإنتاج طبعا سلع جديدة. التنظيم هو عبارة عن الإطار العام اللي بينظم العلاقة ما بين الأرض والعمل والمؤسسة نفسها، وهو الجهد الذي يقوم به المنظم أو ما يسمى بصاحب المشروع للتأليف والتنسيق بين عوامل الإنتاج من أرض وعمل ورأس مال. الندرة طبعا هي سبب ظهور المشكلة الاقتصادية، فالإنسان عندما يشعر بالحاجة إلى السلع المتمثلة في المنتجات المادية الملموسة كالغذاء والملابس والخدمات المحسوسة اللي هي غير الملموسة كالتعليم والعلاج، فإنه يعتقد أن سبب مشكلته هو ندرة ما يرغبه لإشباع حاجاته. يبقى احنا كده في عندنا بالنسبة لعمل الإنتاج الرئيسية عندنا طبعا 5 أشياء اللي هم الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم والندرة. ممكن يجينا مجموعة من الأسئلة على هذه النقاط المهمة. مثلا من أهم عوامل الإنتاج الرئيسية نقط ونقط ونقط، هنقول طبعا الأرض أو العمل أو رأس المال أو التنظيم. ممكن برضو يجينا مثلا سؤال إيه هو سبب ظهور المشكلة الاقتصادية، هيبقى طبعا تتمثل في الندرة النسبية اللي هو أصلا سبب دراستنا مع بعض لعلم الاقتصاد، لأن علم الاقتصاد زي ما اتكلمنا وقلنا هو علم الندرة النسبية. هنكتفي بهذا القدر اليوم من درس مدخل العلم الاقتصاد، ونستكمله بمشيئة الرحمن في جزء آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.